الحقيقة في عنفوان شبابه، حيث حدد بعض العلماء بما بين سن 21 سنة وال 31 سنة، فقال أن هؤلاء هم في عنفوان الشباب، وبالتالي هم أكثر الأشخاص ارتكابا للجرائم نظرا لما يتمتعون به من روح حقيقة وشبابية وعنفوان، لديهم القدرة ولديهم القوة البدنية التي تمكنهم بارتكاب هذا النوع من الجرائم. واحد الإدخالات عندك واحد، إذا الـ يساوي واحد. الويت شقد راح يصير؟ واحد في اثنين. ما راح أسوي راندوم ويت، راح يصير واحد في اثنين. واحد حالة، حالة واحدة في تو ويت. أنا تدريسي في قسم القانون، الاختصاص الدقيق هو القانون الإداري، والآن أدرس في الجامعة واستشاري قانوني للجامعة. فتح القسم في سنة 2021، والسنة الدفعة الثانية سجل في الكلية، والأمور طبيعية إن شاء الله، وأكو قبول على الجامعة لسمعتها ورصانتها العلمية. دكتور، نقدر نسألك عن أجور الطلبة بالكلية لو حسب الأقسام؟ لا، حسب الأقسام، وهي الأجور يم المالية. نعم. طيب دكتور، راح نحكي نرجع وياك إلى أن تتحدث لنا عن المكتبة، هاي يسمون المكتبة المركزية أو مكتبة الجامعة. شوي تحدثنا عن هاي المكتبة. مكتبة الجامعة تحمل كتب هندسية وقانونية وعلوم سياسية وعلوم دينية وعلوم فلسفة وثقافة عامة، تراودها الطلاب من بداية الدوام اللي هو الساعة 8 لحد الساعة 3، وزورها قسم من الطلاب اللي هم يكملوا دراسة أو يحتاجون للبحوث يتقدمون للكلية ويسحبون الكتاب حسب الضوابط والنظم الموجودة في الكلية. نشكر قناتكم الموقرة اللي هي قناتنا هنا والآن، ونشكر الكادر وجنابك أستاذ حسن، الله يحفظكم. هذا القسم استحدث مؤخرا بنمط جديد للدراسة القانون، بالحقيقة يمتزج أو يجمع بين الدراسة النظرية والدراسة العملية، حيث وضع لدينا منهج يسمى بالمحكمة التدريبية، يتدرب الطالب من خلالها على ما تعلمه من دروس نظرية، وبالتالي حقيقة دأبت الكلية على الاهتمام بهذا النوع من الدراسة، وهو لابد من اطلاع الطالب على الدراسة العملية أو على طبيعة التطبيق العملي للقوانين، إضافة للدراسة النظرية والعلوم التي يتلقاها من خلال الدراسة النظرية. وعلى هذا الأساس في الحقيقة نقوم بتقديم المحاضرات أولا، ومن ثم إجراء المحاكم التدريبية التي يتمكن الطالب من خلالها على الاطلاع عن كيفية العمل بتطبيق القوانين عندما تطبق وتنظر من قبل المحاكم. نينوى في بصة الفيحاء، وأهلا وسهلا بكم، ومن خلال هذه الفرصة أغتنم الفرصة لأقدم تحياتي للأخ العزيز نجم عبد الله الجبوري، حيث كنا أصدقاء وإخوان وزملاء فترة طويلة، حقيقة أنا مشتاق أن أشوفه، فمن خلالكم تحياتي إلى أخ عزيز، وإن شاء الله الله يوفقه. كلية العراق الجامعة يعني هي كلية بها تقريبا اختصاصات مختلفة، يعني اختصاصات هندسية واختصاصات أخرى. من الاختصاصات الهندسية عندنا قسم هندسة المدنية، قسم هندسة اتصالات، قسم هندسة الحاسبات، قسم هندسة تقنيات الحاسبات، قسم العلوم السياسية، وقسم القانون. كليتنا تتبع النظام الدراسي والنظام الفصلي، وحقيقة كليتنا لديها كثير من المعاهدات، يعني في جامعات أجنبية مثل جامعة بورتسموث وبعض الجامعات الأخرى. تتميز الجامعة برصانتها العلمية، حقيقة تضم مختبرات حديثة، دائما عمادة الكلية متمثلة بالسيد عميد الكلية،
الأستاذ الدكتور عبد الهادي الحسان يسعى دائما إلى تطوير الجامعة بما تتناسب مع التكنولوجيا الحديثة في الجامعات، وترتقي الرسانة العلمية إلى مستوى الجامعات الرصينة في العالم يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا، أهلا وسهلا بكم. نتعرف بحضرتك. أنا اسمي هاشم عبود قاسم العيداني. أهلا وسهلا دكتور. دكتور، ممكن تتحدث لنا عن اختصاصك؟ أنا حقيقة أنا خريج بريطانيا طبعا، بعثات 1972 من وزارة التعليم العالي في وقتها. رحنا تخصصنا على الفيزياء النظرية. الفيزياء النظرية تشمل كل المواضيع النظرية الخاصة بالفيزياء، بما في ذلك المواضيع اللي لها صلة بمقدمات الهندسة، بمقدمات الفيزياء النووية إلى آخره. كل هذه المواضيع تندرج تحت الفيزياء النظرية. إحنا ما نستخدم أجهزة، نستخدم فقط البرامج الحسابية ونحل ونطلع القيم ونقارنها مع التجربة. عند جنابك اختصاص في هندسة التقنية مثلا؟ لا، أنا اختصاص في فيزياء نظرية. دكتوراه في فيزياء نظرية، بس أنا صار لي 10 سنوات أدرس في هاي الكلية، فهو يعني الحقيقة رحت على اختصاصات قريبة من المطلوب وحاولت يعني أتأقلم وياها. دكتور، كيف شفت استيعاب الطلبة اللي درسك؟ والله طلبتنا بصورة عامة هم طبعا الناس اللي يرغبون بالهندسة واللي ما يلقون فرصة بالكليات الحكومية يجون عندنا حقيقة، فهم شوية يعني يراد لهم مجهود أكثر من الطلاب الاعتياديين، على اعتبار هم يعني شوية معلاتهم متدنية، فإحنا لازم نبذل مجهود أقصى حتى نرفع مستواهم، خصوصا بالسنة الأولى والسنة الثانية إلى أن يصيرون فت ويا الموضوعات المتقدمة، فيطلعون مهندسين ممتازين وعندنا تجارب مهمة. قسم من عندهم راحوا تنافسوا مع الكليات الأخرى وبيضة وجه وطلعوا درجات عالية. قسم عندهم كملوا دراسات في الدول الأخرى مثل بريطانيا، مثل ماليزيا، مثل الهند، وعندنا خريجين وأمثلة موجودة ولا يزالون معانا، هم زملاء صاروا لنا. دكتور، أكو كلام حديث بالشارع أنه الطلبة بالذات تحديدا طلبة الكليات الأهلية يعني جايين بفلوسهم وينجحون بفلوسهم، هل هذا الكلام صحيح؟ لا، ما شوف، الكليات الرسمية محدودة العدد والخريجين ما شاء الله كثيرين، والناس كلهم حريصين أن أبنائهم يحصلون على مستوى علمي معين، فما معقولة واحد يبخل على ابنه يخليه بالشارع ولا شنو الجامعة الحكومية ما قدرت تستوعبه. الجامعات الحكومية يعني إذا تأخذ كلية الطب ما تأخذ أكثر من 150 إلى 200 طالب، الخريجين بحدود 3/4 مليون بالسنة، لأن هذول إذا ما تفتح لهم كليات أهلية وين يروحون؟ وهم قادرين أن يحسنون مستواهم. وبعدين أنا عندي رأي شخصي أنه الدراسة الإعدادية هي مو مقياس نهائي لمستوى الطالب. ممكن الطالب أنت تطوره وممكن تعلمه، ممكن يصير من المهندسين الجيدين، ممكن يصير من الأطباء الجيدين. نعم. أنت دكتور تشوف الكليات الأهلية حالة صحية؟ نعم. الكليات الأهلية حالة صحية؟ والله هي في كل أنحاء العالم معمول بها، أخذ دول الجوار، أخذ تركيا، أخذ يعني كل دول العالم، الكليات الأهلية مرات تتفوق على الكليات الرسمية. ليش؟ لأن الإمكانيات والاهتمام يكون أكبر. وبعدين اللي يفتح كلية لازم تكون مربحة، فيحاول أن يجيب لها أحسن الأساتذة، يعني يخليها مصدر إشعاع حتى الناس تكون مرغوب يرغبون يودون أبنائهم إلها. فإحنا الحقيقة بمرور الزمن ما أقول جاي نتفوق على الكليات الرسمية، ولا نقول جاي نوازيها. دكتور، ممكن تشرح لنا عن المادة العلمية اللي أنت تدرسها بشكل مختصر ما قل ودع؟ أنا أصلا اختصاصي هندسة حاسبات، ودرس ذكاء اصطناعي أركيتكتشر كمبيوتر أركيتكتشر، ودرس بالأمن السبراني كريبتوغرافي التشفير، والأمن أمن المعلومات، أمن البيانات، أمن الشبكات. دكتور، مدى استيعاب الطلبة؟ الطلبة طبعا أنواع أو مستويات، في بعض الطلبة اللي تستوعب بسهولة، يعني اللي عنده باك جراوند، اللي عنده خلفية زينة يستوعب الموضوع بسرعة، اللي جديد عليه الموضوع أكيد يتلكأ شوي بالفهم، بس احنا نحاول جهد إمكاننا نوصل المادة للطالب من خلال الشرح
شرح المادة توضيحها، وكذلك من خلال أمثلة وحلول وساعات إضافية إذا اضطرينا، والحمد لله الأمر ماشي. أهلا وسهلا دكتورة، ممكن تتحدثين عن البرنامج العلمي مالتك والتدريس وشون تعانين منه؟ احنا ندرس بهذا الكورس هو السمارت سيستم موديلينج، اللي هو عبارة عن نمذجة الأنظمة الذكية. الأنظمة الذكية طبعا بالقرن الحالي هي من الأنظمة المهمة جدا وتدخل بجميع العلوم. طبعا حاليا أنا درس الطلبة على برنامج ماتلاب، وتدخل فيها النيورال نتوركس وتصاميم النيورال نتوركس. لا لا، هذا اختصاص آخر يختلف. حقيقة أولا نرحب بقناة نينوى الآن وبكادرها لتواجدهم في محافظة البصرة بشكل خاص، وعلى وجه التحديد في كليتنا كلية العراق الجامعة. حقيقة هذه الكلية قد تأسست منذ عام 2005 وتمتلك عدة أقسام، وهي من الكليات الرائدة في مجالات الاختصاصات الحديثة التي وجدت، ومن خلال ما ظهر من خريجيها من كفاءات علمية أصبحت قادرة على أن تتميز عن كل الجامعات الحكومية والأهلية الأخرى في تواجدها في العمل الميداني وفي دوائر الدولة، ورغبتهم في أن يكونون خريجين كلية العراق مقبولين في كل دوائر الدولة ذات الاختصاص الدقيق فيما يتعلق بهؤلاء الخريجين. تواجدكم الآن في هذه الكلية ومن خلال تجولكم بين أقسامها ومختبراتها وقاعاتها أصبحت من الكليات التي تستطيع أن تقول أن الاختصاصات العلمية التي يتخرج منها الطلاب قدمت خدمة كبيرة للمجتمع وسدت ثغرات كثيرة في واقع العمل الإداري والمهني في البصرة بشكل خاص وبالعراق بشكل عام، علما بأن خريجيه قد نالوا شهادات دكتوراه من بعضهم من الجامعات الأجنبية لكونها تحت تمتلك قواعد وأسس علمية معترف بها دوليا من قبل الجامعات العلمية. تواجدكم الآن في هذه المدينة وفي هذه الكلية بمناسبة خليجي 25 حقيقة اعتبر فرصة جيدة لأهالي البصرة، لأهالي البصرة بشكل خاص وللعراقيين بشكل عام، لأن يظهروا على حقيقتهم في رغبتهم في التماسك الحضري والتماسك الاجتماعي والترابط والاحترام والتقدير لضيوفنا الكرام من دول الخليج بمناسبة خليجي 25. وأصبح ما شاهدناه ولمسناه من ضيافة كريمة لشعبنا من أبناء شعبنا للضيوف الكرام، وهذا يدلل على عمق الأواصر الأخوة والتعاون والمقدرة على أن تكون البصرة بأهمية رياضية وأهمية اقتصادية إضافة إلى ما تمتلكه من أهمية حضارية وتاريخية. احنا نرحب بالضيوف الذين وفدوا إلينا وقلوبنا وأبوابنا مفتوحة لهم، وهذه الخطوة أثبتت قدرة العراق والعراقيين على أن تتجاوز عمليات القطع وعمليات الحجب عن دور العراقيين في ممارسة نشاطهم الرياضي وأداء دورهم مع دول العالم الأخرى وتأخذ دورها الرياضي، خاصة وأن العراقيين في ظروف الحصار السابق من قبل الدول ومن قبل الفيفا كان الفرق العراقية رغم كل هذا قد حصلت على مواقع متميزة. فحقيقة احنا مسرورين لتواجد الضيوف ومسرورين لظهور حقيقة البصري وحقيقة العراقي في تعطشه وفي قيام بدوره الحقيقي مع أشقاء العرب والمناطق والأقليم في كونها تعتبر دولة مضيافة للوفود وقادرة على أن تلعب دورها المتميز بين دول العالم في مجال الرياضة بشكل خاص. درست في جامعات متنوعة، في التكنولوجيا في بغداد، درست في جامعات خارج العراق، ودرست في جامعة في أربيل الجامعة الملكية البريطانية، والآن أنا متقاعد وأدرس في كلية العراق الجامعة، ولدي مادتين في
في هذه الجامعة. المادة الأولى اسمها إنشاء المباني Building Construction، والمادة الثانية هي الرسم الهندسي. وأنا أقدم شخص في العراق ألف كتاب عن الرسم الهندسي، إضافة إلى أنه أنا مؤلف لحد الآن 56 كتاب متنوعة في الهندسة وفي تخطيط المدن وفي أيضا الأدب والنقد ومتنوع والتاريخ أيضا تاريخ العمارة، وداخل تقريبا بأربعين مؤتمر دولي ومحلي وعلى مستوى الوطن العربي أيضا. حاليا متقاعد وأدرس هنا في هذه الجامعة، ويعني الحمد لله أنه إحنا هذه الآن اللي تشوفونها أرجو أن تصورونها، هذه كلها رسومات أو بالحقيقة تصاميم للمهندسة العراقية اللي هي من الموصل زهاء حديد، والخطأ يقولون زهاء، هي زهاء أنا عندي النسخة من جنسيتها، لأنه تكتب باللغة الإنجليزية ZHAA زهاء، فصار الاسم زهاء، هي اسمها زهاء حديد بنت الشخص المحترم الوزير القدير محمد حديد. وهذه الصور الحقيقة تمثل المشاريع اللي نشرتها في 48 دولة. والله طبعا انت تعرف مواد الهندسة هي كلها مواد علمية، ان شاء الله بجهود الأساتذة مالتنا والدكاترة الموجودين المادة جاي تسهل علينا وتنعاد علينا مرة او مرتين حسب فهم الطلاب، ومادة حلوة وخاصة مادة الذكاء الصناعي، يعني تنمي عقل الطلبة. ولها مادة جديدة، هي مادة جديدة طبعا تواكب التطور العلمي بالعالم، يعني ماكو إشكال إذا مرة مرتين يعيد؟ لا لا كل مشكلة ماكو، خاصة يعني أساتذتنا بالمرحلة الرابعة يعني جاي يتعبون ويانا أكثر من مرة يعيدون المادة وجاي يعني يحاولون يعني ينمون الأفكار اللي عد الطلبة. شكرا. أهلا وسهلا يا مرحبا. والله صراحة يعني تدريس جيد، وحقيقة تعامل الأساتذة والدكاترة ورئيس القسم معانا لما نقول تعامل أخوي، وما يهمهم أنه أنت تنجح أو ما تنجح، المهم أنه يوصلك الفكرة. طبعا لا تلاحظون أنه علوم السياسية هو فن، بمعنى أنه السياسة هو فن الممكن، يعني يحتاج إلى توعية، يحتاج إلى توعية المجتمع. ضابط إلى ذلك العلوم السياسية تدخل بهواي مجالات، من ضمنها مجال القانون، يدخل مجال مثل الاجتماع، مجال الفلسفة ولا آخرة. طبعا كلية هنا يعني جوها حلو ممتاز، يعني صراحة ما عندك مشكلة بفهم مادة معينة؟ لا لا ما عندنا أي مشكلة بأي فهم مادة، ولكن يعني بعض مواد صعبة يحتاج لها تركيز. أساتذتكم كفؤين في التدريس؟ صراحة نعم، أساتذتنا يعني على مستوى العراق كفؤين، يعني مثلا كدكتور كريم رئيس القسم، هو الشخص مو دكتورة، هو الشخص هذا بروفيسور بالإدارة الأعمال والاقتصاد السياسي وغيره. نتمنى لكم الله يخليك ويحفظك. شكرا.